بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفل غيلان مناسبة عيد الميلاد السابع، صار لها 7 سنوات اللعبة. واو، 6660 رقم مميز. ايش فيه؟ طرد ايرو، حلو زين ممتاز. 4 متصلين، واو. طيب، هذا الأشكال المفروض تنطرد على طول، يجون عشان يطلبون بطايق ال والله ما ودي يضيع الرقم المميز ذا، خليني فيه خلاص للأبد، حتى ما في مشكلة ما دام ما راح يتغير مع كل موسم، خلاص عادي رقم مميز ما يهم. 7000 نلعب بال شو اسمه، طريق الأساطير إلى الدروع. طير بسم الله. غريب غريب غريب، كلهم زي كذا. هذا المظهر الكريسماس. والله غريبة عجيبة كذا يعني الأمور. قلق قلق والله قلق، كلهم زي كذا قلق صاروا. ايش فيه ايش فيه ايش فيه يا جماعة، فيه يا جماعة فيه، وش هذا يا ولد؟ اوكي نلعب الفرن ونشوف يعني اذا كان مثلا كوكو كوكو رتنار يجينا او شيء. يا الله الموضوع يحتاج دراسات. ايوه زين، اني ما لعبت البيكا على العموم يعني الموضوع الامور. فلن نخلص على الفلن، هذا اللي واضح. نصيد الدور الثلاثة، حلو مكسب مكسب. على الطائرة بس قلق، على الطائرة ممكن قلق شوي. رهيب سوسو، رهيب السياف، الحمد لله خلصنا على هذا القلق بدون أي مشاكل. السياف مع البيكا ثنائي رهيب ممتاز وبطل. طيب اجي كذا كذا بس ابغى اخرب عليه الفرن بس كذا عشان ابغى فرني يزعجه تقريبا، هي كذا هذا الخطة.
كأني لعبت السياف أنا بالغلط. بس يلا الحمد لله. رهيب الصورة. مباراة زينة وشينة بنفس الوقت. قلق الفرن ما استفدت منه كثير لأنه هذا الخصم يلعب فرن ولا طائرة ولا مدفور. كان في 4 متصلين صاروا 2. ما أدري إيش فيهم يخافون. أنا والله ما يعجبني كذا إنه يعني الكلان هم كذا طبيعتهم. يعني أصنام لما تكون صنم هذا يدل انك يعني خواف يعني ويعني اشياء كثير. شوف 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 التخريب. بعدين مع هذه اللعبة. طيب يلا بيك اسمام. هذا طبعا ياباني. الياباني يمشي على اسس علمية. ايوه كذا دائما. والله مشكلة والله. لا 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 كلش الا هذا. لا والله مشكلة. زين حركته هذه لانه سحبت بيك الخصم ورجع ورا شوي ورجعت ورا. المهم قلق 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 فعليا قلق. شايفين كيف التخريب؟ هذا اللي يسمونه التخريب. زيادة على كذا في معه صياد السمك. اختصار الياباني لازم يفوز. هذا نظام اللعبة. الياباني لازم يفوز عشان ما يصيحون. عشان ما يصيح الياباني لازم يفوز. شايفين اللخبطة؟ والله مشكلة والله. هذا كلب. ذا صياد السمك كاس من اكثر الاشياء الاستكلابيه باللعبه. يا شينو يا شينو. طبعا يعني فوز سهل بعدين خلاص يصير زي كذا. يعني هذا نظام اللعبة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ندق المعركة خلاص بيوصل. والله الفالكري ما قصرت. ايش اسوي عاد؟ خلاص انتهت المباراة. رامي السهام ذا كريه كريه رسميا. كريه جدا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. والله غثيان والله والله غثيان صراحة. لعبة صايرة غثيان كثير.
ما أعرف يعني ال ال كفو يا نوب، أهم شيء طرد واستمر. بكمل بحس إذا كنت بلعب هذه اللعبة راح ألعب بحسابي الثاني والثالث أفضل من كذا، لأن الرقم مميز هنا 6666 وهنا يعني ما في أمل يعني بالطريق الأساطير أعتقد. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.